ابوها موت عشان عايز بنات، وحرق له شعرها عشان عايز يشبهها بالصبيان. عايز ولد، عايز ولد يذبح الطفله بالسكينه قدام الطفله التانيه. زمان جت بنت على وش الدنيا، انا عايز القصاص العادل اللي سامي مسح بالسكينه وطلع عينيها وخلى حسنانها وقطعها حته قدام توأمها. ولو استنينا شويه كان موت صعب. حسبي الله ونعم الوكيل، دخل هو ومراته بكل برود وكل اللي انت جبتهم وانا دفعتهم لي. يعني انا لحقه ايمان دي بالعافيه، شفناها ما كنا، انا ما عرفتهاش، انا شفتها وجعت من طول. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قزيم. اوعوا تفكروا ان زمن الجاهليه انتهى، زمن الجاهليه رجع تاني يا ساده. بالقضيه اللي احنا هنحكيها لكم واحداثها في محافظه كفر الشيخ، وبالذات يمكن القضية بين محافظتين كفر الشيخ والمنوفية، وخاصة قرية اسمها قرية الخطاطبة. الكل بينهج النهاردة بيروح لهذه القرية عشان الأراضي واستصلاح الأراضي، لكن أصل القضية في إحدى القرى التابعة لمحافظة كفر الشيخ. إيه قصة أمورة سامي مسعود، البنت اللي عندها 2 و8 شهور، عشان تلقى حتفها نفس السيناريست ونفس الرواية اللي حصلت مع سعد وهناء سيدة الشرقية، لو انت حضراتكم تفتكروها. سامي مسعود اللي حصل خلافات بينه وما بين زوجته، وما كانش بيحب البنات. البنات ده الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم المؤنسات الغاليات. يعني المفروض النهاردة اللي ما يحسش بالأطفال اللي ما عندوش بنات، ليه؟ ان احنا نعمل كده في ولادنا، سواء اولاد او صبيان او بنات. النهاردة سامي مسعود كان دايما بيخلق المشاكل مع زوجته علشان خلفتها بنات. الواحد امه يكرشه، وعشان كل ما جحش يعني بيقول ايه الاولاد حرام، انت ده مش عيان، انت اكيد جايب العيال في الحرام. قالوا لي كده يعني، قالوا لي كده وقعدوا دول وقالوا لنا هنقتل، احنا هنقتل عيله منهم ونتيمها فيك. كل ده عشان عايز ولد، عشان عايز ولد مش عايز بنات. كل اللي يشوفهم هناك يقولوا له ده مش عيان. لكن القضيه هنجيبها لكم من البدايه، لما اتقدم سامي مسعود لبطله حلقه النهارده ام اموره، وكمان البنت الثانيه اللي هي التوام، واتخطبت زي خطوبه الخطوبات العاديه واتجوزتها، وهنا كان الشخص ده في قرية الخطاطبة محافظة المنوفية، لكن حملت الأم، وهنا عرف الأب إنها حامل في جوز بنات مش جوز أطفال. طيب هنا حصلت المشاكل، الأم غضبت وراحت وهي لسه يمكن في بوادر الشهر الأول أو الثاني من الحمل، وهنا رفعت بقى إيه قضايا وبدأت إنها يعني تبهدله في المحاكم، وده حقها الشرعي، ما هو مش راضي يطلق ولا راضي يحل المشكلة. هنا بعد ما الام قعدت في يعني في حدود 2 و3 4 5 شهور، هنا الاب بدا ان هو يتودد مره ثانيه علشان يخلع من رداء القضايا اللي الزوجه رفعتها عليه. واحنا عارفين دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني قانون محكمه الاسره في حق السيدات. طيب ده حقها الشرعي، وهو يعني ما اتعاملش معاها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن قدر انه ياخدها من وراء اهلها. يعني هي يعني الام زي ما بتحكي معانا بتقول ان هو اخدها وتعهد بالكلام دوت، وانا خلاص ما عدتش هزعلها يا خالتي ومش عارف ايه. وبالفعل الزوجه راحت علشان تلقى مصير اصعب من الحياه اللي كانت عايشاها مع سامي مسعود في البدايه. اخدوها ومضوها على وصولات امانه وضربوها واهانوها، لكن المعامله مع البنتين الصغيرين اللي لما يتخطوا عمرهم اكتر من 2 و8 شهور، لدرجه ان الولاد لما كانوا بيقعوا يتكسروا او ابوهم بيشيل البنات، على حسب روايه الام اللي هتكون موجوده معانا في حلقه النهارده، بيشيل الولاد وبيهبدهم على الارض لحد ما تتكسر عظامه، ولا بيجبس ولا بيعالج ولا حتى بيجيب ادويه. لكن يوم الواقع المحتومة أنهى حياة إحدى الطفلتين التوأم أمام عيون الطفلة الثانية. يعني جوز أولاد عندهم 2 و8 شهور، ما لسه يا جماعة، يعني لسه ورود، لسه عصافير، ينهي حياة أمورة اللي عندها 2 و8 شهور إنه يذبحها ويخلع عينيها ويكسر سنانها؟ وده المشهد استحالة أختها التوأم تنساه. مش هنطول مع حضراتكم في المقدمة، وهنشوف إيه الحكاية بتاعت قرية الخطابطة وسامي مسعود اللي أنهى حياة بنته على إيديه وقدام أمها
وهنسمع الحكاية من البداية للنهاية على لسان الجدة والأم كمان. لكن فضل من الأمر لو هتكمل معانا الفيديو للنهاية ياريت ما تحرمناش ولا تبخل علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك إشعار جميع حلقاتنا في الحال. يلا بينا. مستوى انا عايز اوصل على المستوى، انا نفسي امر ايده حق اعدام لسامي مسعود، انا عايز الاعدام لسامي مسعود، انا عايز الاعدام لسامي مسعود حق الطفله امور، انا عايز ذنب امور يخلص، انا عايز ذنب امور يخلص، دي طفله عصفوره الجنة امور ما عملتش اي حاجه في دنيتها زمان، ابوها موت عشان عايز بنات وحرق لها شعرها عشان عايز يشبهها بالصبيان، امور عايز ولد يذبح الطفله بالسكينه قدام الطفله الثانيه، الطفله الثانيه بتحكي نفس المأساة، حرام ولا حلال؟ في دين مين وفي شرع مين؟ في شرع مين الاب يعمل في بنته كده؟ دي مش اب، دي ما يعرفش حاجه عن الابوه ولا عن اي حاجه، دي ما اب عايز ولد موت طفله قدام توأمها، ذبح طفله قدام توأمها، ذبحها قدام توأمها وتوأمها بتعيد القصه بحل يضربها بالسكينه ويضربها بالحزام مقطع جتتها بالولاعه مقطع مخلي عينيها ليه ده كله ليه ده كله ليه ابوها من الخطاطبه المنوفيه وانتوا من هنا من كفر واحنا هنا من كفر الشيخ طيب ذبحها بالسكينه وطلع عينيها موجع سنانها ومبهدله مقطع كل جسمها ما خلاش فيها حته سليمه ليه في شرع مين وفي دين مين اللي يرضى بكده طفله ذنبها ايه ذنبها انها جت بنت على وش الدنيا انا عايز القصاص العادل لسامي مسعود انا عايز الاعدام لسامي مسعود بدون ذكر اسماء هو الموضوع معروف قولي لي طيب يعني هي جوزت سنه واحده بنتك اتجوزت سنه واحده جابت بعد 3 شهور لقوهم جوز بنات حاولوا ينزلوهم الدكاتره هناك منعوا قالوا هتموتي 3 ارواح جبناهم عندنا 3 شهور نقطة دم في بطن امهم، احنا عالجناها فضلت لما ولدت عندنا، قعدوا عندنا سنتين وثمان اشهر بالظبط. سنتين وثمان اشهر بالظبط، عملوا خطة من جواهم هم وخطفوها، خدوها بعيالها وقالوا انا عايشك ورب عيالنا احلى تربية، هم واخدينها عشان احنا كنا شكينا بنجيب حقوق الأطفال، اتنزلت عن القواضي ورموها في الشارع وخدوا عيالها. وبعدين موت طفلة عشان عايز ولد. موت طفله قدام توأمها عشان نفسه في ولد ده ربنا اللي جاب البنتين دي ما يعرفش ربنا دولت عالم ما يعرفوش ربنا ما عندهمش دين ما عندهمش ايمان انا عايز حق امور انا نفسي حق امور يرجع وحق بنتك الاول يعني. حق بنتي وحق امور الاول حق الطفله البريئه عصفوره الجنة امور سامي يقتلها ليه يقطعها بسكينه ويخلع عينها ليه يخلع عين الطفله البريئه ما عملتش حاجه في دنيتي ما قاستوش انا عايزه حق اموره انا عايزه حق اموره يرجع انا اعلى المستويات عايزه اوصلها لرئيس الجمهوريه عايزه اوصلها لاعلى المستويات يجيبوا لها حق اموره يجيبوا لها حق اموره من ابوها اني موتها قدام توأمها عشان نفسه في ولد وده حاجه بتاعت ربنا احنا مالناش في ايدنا بقى حاجه ان احنا نعملها دي بتاع ربنا ذنبهم انهم جم بنات زبوهم انهم جم جوز بنات عايز واد كنا نخلقه له وكنا نشتريه له ده بتاع ربنا دي مش اب عايزين حق اموره من طالب القصاص لابوه لسامي بحق اموره ضربها بالسكينه وطلع عينيها وخلع سنانها وقطعها حته قدام توأمها ولو استنينا شويه كان موت توأمها راخر لو سيبنا توأمها كان مات راخر ليه؟ في دين مين؟ الطفله دي عندها كام سنه؟ عندها سنتين وثمان اشهر سنتين وعشر اشهر ما كملتش الثلاث سنين فاضل لها شهرين اثنين وتتم الثلاث سنين اموره ما لسه في شهر 8 تتم الثلاث سنين ليه عايز الولد اموره اموره دي كانت نور عيني اموره دي كانت كل حياتي يا ويمان موت اموره طلعنا بس بايمان والحمد لله على عطيته بس انا عايزه حق اموره لازم يرجع دي عصفوره دي طفله بريئه ما عملتش اي مأساه في حياتها لازم الحق اموره يرجع يتعدي ما يديله جلسات دي يتعدم على طول ما يديلوش اي جلسه دي يتعدم على طول يجيب حق اموره عايزين حق اموره بطالب الرئيس السيسي يجيب لنا حق اموره بطالب اعلى المستويات احنا مش عشان ناس على قد حنا حق اموره يروح احنا عايزين حق اموره يرجع مش هنسكت لما نرجع حق اموره
اموره ما عملتش حاجه في دنيتي. كانت انكسرت اموره وابوها ما جبسهاش ولا؟ ما جبسهاش، كانوا بيشيلوهم يهبطوهم في الارض ما جبسهاش، كانوا بيربطوها بالشربات والطرع ويقولوا ما بنكشفش، دول بنات خساره فيهم الفلوس، دول بنات خساره نصرف عليهم ليه؟ هو البنت دي ما بقت عدوى خساره ان يعني نصيبها على الدنيا ان هي جت بنت؟ دي مش بايدينا، ده حاجه بتاعت ربنا، دي اراده ربنا ان هي جت بنت على وش الدنيا، جم جاز بنات توأم، ربنا يرزقهم نعمتين ما عرفش نعمت ولا عرف قيمتها. يذبح واحده قدام واحده؟ طب كان يداري الثانيه وهو بيذبح دي، كان يداري الثانيه وهو بيخلي عينين اخته بيغطسها في الميه. البنت عندها لو شافت ميه بتصرخ، لو بتحكي قصه اختها كلها، طفله ما كملتش 3 سنين بتحكي قصه اختها كلها، بتحكي كل دقيقة، تقول لك أختي اندبحت، أختي ضربها بالحديدة دم من حنكها، البنت الصغيرة اللي فاضلة عندها حالة نفسية، نعالجها إزاي؟ نعمل فيها إيه؟ عايزين الحاج أمورة، لازم الحاج أمورة يرجع، لازم الحاج أمورة يرجع. وكان بيضرب بقى مراته بقى و بيضربها، كانوا جايبينها متقطعة، مقطعين جتتها، وهم لما خدوا منها الأطفال رموها في الشارع، وحرمها إنها تاخد الأطفال وقالها ماتش، جت لمت فلوس من الناس لحد ما وصلت لنا. رماها في الشارع، اما تيجي من الخطبه لكفر الشيخ توصل ازاي؟ توصل ازاي وخدوا منها عيالها؟ خدوا منها عيالها، والاخر نتفاجئ ان عمه بيضرب علينا يقول ابن اخويا قتل بنتكم. ضرب بنتكم قتلها ليه؟ في دين مين؟ طبعا انقبض عليه وبقول لك عادي داخل النيابه واحنا قاعدين عادي، بقول لها انا ذبحتهم لك، انت جبت لي بنات وانا ذبحتهم لك. عايز ولد. عايز ولد. طب ليه؟ هو مش مؤمن ما كانش بيصلي بقى ولا؟ لا ما يعرفش ربنا، ما بيخش الجامع، ما يعرفش ربنا، بيشرب مش مظبوط بيشرب. ما كنتش عارف ان هو بيشرب بقى؟ ما كناش نعرف الا بعد ما اتجوزت ان هو بيشرب، اتضح ان هو بيشرب كل حاجه. احنا سالناه في الاول يا ابني قال لك لا انا ماليش حياه بحياه دي عمري، نكر سنه. اتفاجئت البت ما هي في اول ما راحت من اول يومين عرفت ان هو بيشرب، بيتعاطى مخدرات، بيتعاطى مخدرات. يموت الطفله ليه؟ يموت الطفلة ليه؟ ليه أمورة ذنبها إيه أمورة؟ أمورة الطفلة البريئة، عايزين حق أمورة، بنطالب بحق أمورة، بنطالب بحق أمورة. لا ولو أمهم خلاص أنا جبناهم كده وأمورة احتسبناها عند ربنا، بس لازم حق أمورة يرجع، لازم حق أمورة يرجع. القصاص العادل لأبوها يقولوا بيشرب ما بيشربش، احنا عايزين القصاص نجيب حق أمورة، مش هنسيب حق أمورة يروح. ده كان ممكن يعمل كده ببنتك يعني؟ اه عادي، قالوا لها هنموتك، قالوا هنموتك ونرميكي في الجنين ومالكيش دي، هم هددوها بالقتل، قالوا هنموتك، يعني نموت البت ونلبسها لك. الزوجة هنا بقى يعني احكي لي كده ايه اللي حصل معاكي؟ حصل ان انا اتجوزت وقعدت فترة وربنا اكرمني بجوز بنات توأم، ولما عرفوا ان انا في بطني جوز بنات توأم حاولوا انهم ينزلوني الدكاترة، قالوا لي حرام انت كده هتموتي يا بنتي موتة هتنجز البنات معاك. قلت لهم هم عايزين انزلهم، قالوا احنا مش هننزلهم. لما اعترض على كده مسكوني ضربوني وبهدلوني وقالوا احنا هننزلهم ولا اما هنقتلك بيهم. مدوني على دفتر وصولات كامل ومدوني ان انا ماليش اي حاجه ومسكوني بهدلوني. رنيت على بابا وقلت له تعالى خدني انا بموت، انت خدني. ما فقتش وعي من الصبح لما المغرب انا ما فقت. قلت له ماما مدينا على دفتر وصولات، قال لي دفتر وصولات ليه؟ قلت له عشان نتنزل عن كل حاجه. ولما رجعت هنا ربنا كملت وعملي تم على خير وخلفت هنا، وبابا ربهم معايا وبابا جنبهم وبابا وماما جنبي لحد ما ربيتهم. بقوا سنتين وشهرين خدوني، رن عليا وقال لي تعالى هنربي عيالنا ونعيش في وسطنا. خدوه وفي دمك اتنزلت على الجواد وجنب ضربني ومبهدلني ورماني في الشارع وقال لي انت كده مالكيش عيال عندي ومش عايزك مالكيش عاوز. واتفاجئت بعدها باربع اشهر ان اموره، بقول اموره ماتت. قال اموره بنتك انت بعت تعالي شوفها قبل ما تطلع من المشرعه. بقيت محدش عارف اعمل ايه، ولحد ما رحت وشفتها في المشرعه ما كنتش مصدقه ان ده اموره كانت متبهدله والسكينه مبتعنش مبتعنش جسمها ودماغها كله. اموره كان شكلها صعب قوي، لا حد ولا حبيبي يشوفه، يا رب ما يكتبها على حياتي. أمورة دي كانت عايزة، بص كانت بتعمل أي حاجة عشان ترضيهم، كان يشيلوها من رجلها ويثبتها في الأرض يا أختي، كانت تعمل لهم أي حاجة يقولوا لها مشي من هنا، ما كانوش بيرضوا يحبوه، كانوا دايما ترضيهم في جنب لوحدهم ويكرشوه، وعشان كل ما يجحش عنهم يقولوا الأولاد حرام، أنت دول مش عيال، أنت أكيد جايب العيال دي في الحرام.
قالوا لي كده يعني؟ قالوا لي كده وهددوني وقالوا لي انا هقتل، احنا هنقتل عيله منهم ونتهم فيك. كل ده عشان عايز ولد؟ عشان عايز ولد مش عايز بنات. كل اللي يشوفهم كل اللي يشوفهم هناك يقولوا له ده مش عيان، هم عيال، هي مش عيالنا احنا مش عايزين بنات. يقولوا لهم اعترضوا بعطيه ربنا وودكم بنت تاني. يقولوا لهم لا احنا مش عايزين بنات، احنا عايزين صبيان، احنا عايزين نعوض الواد العريس اللي راح مننا. قلت لهم هي ده حاجه جت من عند ربنا من تاني ومش بايد، هي الزرعه زرعت ابنكم وهي مش زرعت اهل. قالوا احنا هنموت اطفالي من اول الاسبوع اللي فات. ابو سلاجوم بيقول اموره ماتت، الحاجه اشوفها قبل ما تطلع من المشرح. رحت ما صدقتش ولحد الان مش مصدقه ان اموره ماتت. انت تشوفها لا عاد ولا حبيبي يشوفها، والله كان شكلها صعب. حسب الله ونعم الوكيل دخل هو ومراتهم كله برود، وكل اللي انت جبتهم وانا دبحتهم لي. يعني انا لحقة ايمان دي بالعافيه شفناها، ما كنا انا ما عرفتهاش، انا شفتها وجحت من طول. يعني كان ممكن يذبح الثانيه؟ كان هيذبحها رغم لولا ما واحده هناك شافته راحت لعبه وقالت له، قالت له الحق جيت الواحده ورايح ما في الجنه انا ويقتل الثانيه. قال لي نجري على خيرنا، لحقوا بلغوا عنه ومسكوه يا دوبك. انا الحلقه دي متبهدله رخر، الظابط كان بيقول لي احمد ربنا يا بنت اللي انت لحقت واحده، كان هيذبحهم لك الاثنين. داخل بكل برود ما مش في دماغه حاجه ولا كانه قاتل، لان ده مش اب، والله العظيم ده ما اب. لو اب ما كانش قتل بنته، مستحيل. انا مش مصدقه ان ده يقتل، لان الشرب مأثر على دماغه. دخل بقول انا ما انا ذبحت اهلك، ما صدقتوش لحد ما رحت هناك. ما كنتش مصدقه ان اموره ماتت، لان اموره دي كانت حاجه ثانيه والله. كانت بص كانت حبيبك فيها باي طريقه، كانت مستعده تعمل لك اي حاجه. ما انساش وانا طالعه وهما بيرموني وتقول لي باي يا ماما باي، ما لحد الان انا ما بنساش موقفها. هي واقفه بتقول لي باي يا ماما مع السلامه، زي اللي كانت حاسه ان انا رايحه بلد مش راجعه لها تاني. بجد عيط على اخرها وانا ماشيه بندم ان انا ردت لهم، والله ندمانه بس حسبي الله ونعم الوكيل. كان بيضربك؟ انا ليه كان بيضربني لدرجه اني كان بيخلي على هدومه زيه وبولدتني برضه، وقفني في البلكونه عريانه لدرجه ان انا كنت بشكي صدري. بابا جه خدني برضه وقعدني هنا وهم جم عشان يصالحوا وكده، وبابا قال لهم لا انت عملتوا بنت كتير، انا بنت مش هترد. وجيت برضه لحد ما ولدت واستنوا لحد ما ربت العيال برضه وخدهم مني، ورحت وقلت يا رب عيالي واعيش، وإن كان ربنا يصلح الحال ويبطل شرب ومفيش حاجة ويربي عياله بقى خلاص وننسى اللي فات ونبدأ صفحة جديدة. لقيت هو يشرب برضه ومسكني يضربني وسك عليه الباب، عاملين بوابة حديد بره قاموا قافلين يقفلوا عليه وياخدوا المفاتيح من اللي قلت لهم. هو نفسي أكل العيال ما كنت بلاقي، هي طاقة في اليوم يقول لك مفيش غيرها كل يوم، يعني هذا الوضع. يعلقوا العيال في أجرة الباب، أجي أحش العيال يقوم جايب عليه ضربني، كان فاتح لي دراعي كله ويقول لي أنت مالك بهم عيالي وأنا حر فيه. قلت له عيالك الضرب عمره ما بيجيب نتيجة، عمر التعليم ما كان بيجي بالضرب. أبوك بقى يضرب فيها رخرة ويشيلهم من رجليهم، سبتهم نفس الوضع، عمتهم نفس عيال عمتهم كانوا بيضربوهم برضه كلهم، محدش كان هناك بيرضى يحبوهم. كان بيجبرك ان انت تحط له الشيب تحت رجليك؟ كان لدرجه ان انا كنت البسه الشراب وكنت كنت مستعديه اعيش له خدام، بس ما كانش يعاملني المعامله دي. بس انا عملت له، انا عملت في حاجه غلط ولا عمري غلطت معاه؟ انا عمري ما غلطت معاه ولا قلت له حاجه، ولا عمري كان بيقول لي يشتمني بابويا وامي واهلي ويسب لي بالدين وما رضاش ارد واقول، عشان اي واحده اكيد بتعمل فيها كده عشان تعيش. وكنت بسكت اقول يا بنت مش مشكله عشان خاطر عيالي. كان عايزك تلبسيه الجزمه والشبشب والله لدرجه انا اهله شافوه انا بلبسه، واخته وبنته نزل يطلبوه وقالت له يابا بتلبسوا الشراب يابا وتلبسوا الجزمه. جالي في الميتم قدام الناس ويقول لي لبسي لي اعدلي لي الجزمه في رجلي واعدلي لي البنط. اقسم بالله بقت الناس قاعده، انا كان موقفي وحي، بقت عدلوا البنط نازل اللي من فوق عشان عدلوا البنطلون ولبسوا الجزمه. كنت عايشه له زي الخدام وكنت
اعمل كل حاجه عشان خاطر عيال. انا بس ورحت المرض وكنت اعمل اي حاجه عشان خاطر امره وايمان. لما رحت لقيت الوضع اوسخ من الاول وزاد زاد كل اكلهم لك من الدو. انا اجيب لهم اكل من ايه؟ انا وجوز بنات من ايه؟ قلنا ولا جوز جوز بلد من انا اجيب لهم فلوس؟ احنا نجوز احنا نرموهم في الشارع لما نموتهم لي؟ احنا نخلي حراميه الطرنج داخله ونزقهم قدامها ونقول انت اللي موتيهم وانت اللي حرام عليك؟ وفعلا في يوم الحراميه كانت تضرب ايمان دي لولا ما عموره دي اللي لحقتني. يعني عموره كانت ناصحه شويه عن ايمان، كانت هي اللي تحش عن اختها وكانت هي اللي تاكل اختها وتاخد اكل وتدي اختها. والدتك كانت بتعامل معاملة وكانت بتعامل لي نفسها اوسخ من المعامله دي. وروح الشغل تحش عني الاكل برضو ما ترضاش تاكلهم. العيال قاعده تقول لي بابا يا بابا اجيب لهم اكل منين؟ لا معايا فلوس ولا بطلع بره ولا بمشي ولا اعرف حاجه هنا. يجي طالعين يقفلوا الباب من تحت، يقفلوا البيت اللي تحت عشان ما انزلش اخد اكل. طب وانا اجيب اكل؟ عيالي كانت بتموت من كتر الجوع. ولما شكت يقول لك انت فضحتينا. طب اجيب اكل عيالي؟ عيالي هيموتوا من كتر الجوع. وانا شقتي فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه لدرجه الثلاجه حتى ما فيهاش غير البق الميه. لا فاكهه ولا اكل ولا اي حاجه ولا تدينا حتى اكل العيال بالليل. يقوموا يقولوا لي ماما يا ماما. اقول لهم حاضر شويه كده وننزل حديتات. اما الفجر لسه ما ادانش وقعده الليل طويل. طب اجيب لي طفل طلع اكل من ايه؟ طب قلب عليا. انا كنت ما كنتش عايز اكل بس اكل عيال عشان عيالي تعيش. كنت بقول اربهم في وسط اهلهم بدل ما مش في دماغي. وهم ولا هنا ما كانش بيطلع ولا بيسال عليهم لدرجه ان اللي كان يطلع فوق يسمع صوته ويطلع يضربهم وينزل يطلع ويقعد يضرب فوقهم ويقوم قافل على ابو الاوضه ولاسي. اقول له حرام عليكم واعملوا لك ايه؟ يقول لي بيعيطوا ليه؟ قلت له هم مش عايزينكم مش قادرين يتقربوا منهم لانهم بيضربوا بحاج الدوم بحاج هنا بستهم ما يعرفوهمش هناك ما رضوش يتاكلوا على هناك اصلا. كل ده عشان عايز ولد؟ كل عشان كل اللي ده عشان ولد. كل ده عشان الولد. يقول لك الواد ولا يرفع ولا يسند ظهري. يقول لك انا عيال والواد اللي هيشيلني. البلد عمرها ما هتشيل. هو معاه واد ربنا يوري اللي عمله فيا برضه. واعمل فيا كتير وظلمني. معاه واد ويا رب لا ياخده منه لا يعمل فيه اللي نفس اللي عمله معايا. يا ربنا يوري له حسبي الله ونعم الوكيل. وعايز حاج اموره بس يجيل. انا مش عايز اكتر من حاج اموره يجيل وخلاص. ضربها بالسكينة فتحناها دماغها. ده لو شفتها في المشروع العدو والحبيب يشوف وكسرلها اسنانها كلها اللي تحت ما عندهاش ولا سن وخلى عليها عينيه تشوفها منظرها يصعب. اختها بتقول بتعيد كل حاجة. اختها بتعيد نفس كل حاجة حصلت قدامي. لو اتكلمت معاها تلاقيها بتكلم نفسها وتقول لك مولا ماتت عملوا فيها وخرجوها ودبحوها وكسروا لها من الدم. والله العظيم موقفها صعب. انا حاسه انها هتموت رخره. موقفها صعب. حسبي الله ونعم. شاهدين ومتابعينا، يعني زي ما احنا شايفين قلب ام محروق. هدى اتجوزت سنه واحده بس، خلفت توأم جوز بنات. خلفت توأم جوز بنات. للاسف جوزها عايز ولد. مين اللي جاب الجوز بنات ومين اللي جاب الولد ومين اللي هيجيب الولد؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. لا وخريج كلية زراعة يعني متعلم، ما كانش بيصلي. سألها كان بيشرب مخدرات تقول لي اه كان بيشرب. كان بيشرب كل حاجة، كل حاجة ربنا خلاها وحشة. هو كان بيشرب حشيش والحبوب التاني حاجة كان بيشرب. يعني بيشرب وما بيجيبش حاجة. كان بيشرب. لا كان مستعد يجيب أي حاجة بس ما يجيبش حاجة لعياله. ولا عمره جاب لهم حاجة حلوة. ولا عمره راح على دكان واشترى لهم حاجة. عمره ما كان بيشتري لهم ولا كان حاجة حلوة. عمره ما كان يشتري لهم. كان بيستعد زي ما شفنا كده مأساة أم وجدة. هنا كان عايز ولد ومراته جابت له بنتين. ده كتير بيتمنوا ضفر. كتير بيتمنوا ضفر عيل ومش لاقيين. الكل بيزرع وما بينجح. لما ربنا عطله ما حبتش ربنا. قال لك انا عايز ولد انا مش عايز بنات. عايز بنات اعمل بنات. عايز واد يسند الضهر.
طب هو الواد عمره ما هيسند ولا البت ممكن هي اللي تطلع احسن من الواد؟ ممكن البت تطلع احسن من الواد في اي حاجه، مش شرط انها تسند النار، ممكن تطلع له حاجه كبيره، تطلع دكتوره، تطلع مهندسه، مش شرط انها تقف ولا تشتغل ولا تجيب له فلو. لا هو عايز يا دوبك طول النهار يشرب، لا يعرف يصوم ولا يعرف ربنا ولا يركع ولا يذكر ربنا ولا يعمل اي حاجه. عمره ما دخل جامع ولا شغل كوره ولا شفت بيعمل حاجه، ما وروش غير الحاجات الوحشه على التليفون، وكلام مع بنات وقله ادب ووسخ على التليفون، وراح اشرب الحشيش وانا كنت اشوف واسكت واسمع واقول يا بنتي يلا. او كل الشباب الاجيال اللي طلع ده اجيال وسخه، بس يعني اعمل ايه؟ عشان خاطر عيان ما كانش في فايده ولا كان في نتيجه. نكون محافظين يعني الاجيال اللي طالعه فيهم 90% كويسين و10% هنقول ان هم يعني نوعا ما وحشين، بحيث برضو الشرب ده صديق السوء يعني برضو عشان ما نحافظ على متابعينا ومشاهدينا. لما شفنا كده مأساة ام وجدة، زوج كان نفسه في ولد فمراته خلفت اتنين بنات توأم، موت بنت من بناته ما كانش بيصرف عليهم ولا بيجيب لهم اكل ولا شرب ولا عمره اشترى لهم حاجه من الدكان. شاهدينا ومتابعينا، ده كان اللايف بتاعنا من كفر الشيخ، الزوجة من كفر الشيخ زي ما قلت لحضراتكم، والزوج من الخطاطبة المنوفية. شاهدينا ومتابعينا، ده كان اللايف بتاعنا، زي ما احنا شايفين قلب الام محروق على ضناها زي ما شافتها بتندبح وهي يا عيني مش قادرة تتكلم ولا قادرة تتنفس، وماتوا من الجوع وما كانوش لاقيين ياكلوا ولا كانوا لاقيين يشربوا ولا بيجيب لهم حاجة حلوة حسب ما والدتها قالت في اللايف معانا. مشاهدينا ومتابعينا، ده كان اللايف بتاعنا من كفر الشيخ، كان معاكم